السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. طيب الفيديو ده إن شاء الله هكلمكم على الخدمة الجديدة اللي عملنا لها انطلاقة، وهي خدمة تأشيرة شنغن مضمونة العمول من خلالنا. تمام، وأول لما أقول تأشيرة شنغن مضمونة يعني مش مجرد توفير خطاب قبول أو حاجة زي كده، لا ده هي تأشيرة إحنا هنساعد في توفير التأشيرة نفسها إن شاء الله بشكل مضمون. تمام، لأن في ناس بتواجه المشكلة إنها بتروح للسفارة وبتترفض الفيزا ليها بشكل كبير، تأشيرات الشنغن بيتم الرفض فيها. فعشان كده اللي احنا قررنا ان احنا نعمل تعاون مع احد الشركات اللي هي مختصه بالتقديم بشكل مضمون للتأشيرات الشنغن. تمام، طيب طبعا الخدمه دي مش بسهوله كده او اللي هي حاجه سهله، لا ده يعني الخدمه دي حاجه ممتازه جدا. طبعا في ناس اللي هي بتستخدم الطرق اللي هي الهجره غير الشرعيه والبحر والكلام ده كله، لا احنا من خلالنا وفرنا لك تأشيرة مضمونه بالفعل، مش محتاج انك بقى تستخدم طرق يعني مش مظبوطه او طرق فيها مخاطره. تمام، طيب بالنسبه للتأشيرة دي هيكون متاح ليك التقديم بيها من دولتك، مفيش اي مشكله خالص. هو مقر الشركه الرئيسي اللي احنا عاملين معاه شراكه موجود في الاردن، فبالتالي بيتم التقديم على سفارات الدول الاوروبيه من الاردن. طيب في حاله مثلا انت مش موجود في الاردن او موجود حاليا في مصر، موجود في الجزائر، موجود في المغرب، بنشوف هل احنا لينا تداخل مع سفارات الدول دي او سفارات الدول الاوروبيه الموجوده في دولتك ولا لا. لو ما لناش تداخل بيكون مطلوب من حضرتك انك بتبعت لنا الباسبور بتاعك مع صورتين شخصيتين، الاوراق المطلوبه باسبور صورتين شخصيتين، بتبعتهم لنا على الاردن وبيتم انجاز التاشيره ليك من سفاره احدى الدول الاوروبيه او سفاره دول الشنغن الموجوده في الاردن، وبتكون مده تنفيذ التاشيره 45 يوم. بالنسبه للدوله اللي بيكون بتطلع على اساس التاشيره، هو بنشوف ايه الدول المتاحه في الوقت الحالي. بالنسبه في الوقت الحالي هو متاح تاشيره شنغن على فرنسا، ومجرد حصولك على تاشيره شنغن على فرنسا بتقدر تتجول في كل دول الاتحاد الاوروبي او كل دول الشنغن بسهوله من غير اي مشكله خالص. عايز تدخل هولندا، عايز تدخل المانيا، بتقدر عادي جدا، وممكن بعدها تقدر تقدم على لجوء او تشوف فرصه عمل او غيره من اشياء. بالنسبه لمده التاشيره بتكون على الاقل 3 شهور، ممكن تاخدها 3 شهور، 6 شهور، سنه، على حسب السفاره نفسها. تمام، لكن احنا بنوفر لك التاشيره مضمونه. طالما قلنا كلمه مضمونه يبقى بالفعل انت اول ما بتقدم معانا التاشيره ان شاء الله في خلال 45 يوم بتكون على الباسبور بتاعك. مش مطلوب منك اوراق معقده ولا حساب بنكي ولا حاجه، كل الموضوع باسبورك، صورتين شخصيتين بس، والامر بيكون سهل ان شاء الله معانا. تمام، طيب بالنسبه بقى للتكاليف والرسوم والحاجات دي كلها، هيكون في ان شاء الله عقد رسمي هيتم عامله ما بين الطرفين، ما بين الشركه المقدمه اللي احنا عاملين معاها الشراكه وما بيننا وما بين حضرتك عشان ضمان حقوق الطرفين. بيكون العقد ده تحت اسم الشركه، وبيكون كمان تحت على يد محامي كمان عشان يتم توثيق العقد ده ويكون العقد ده بشكل رسمي مضمون للطرفين. بالنسبه للتكاليف وكل شيء هتلاقوا صندوق الوصف تحت الفيديو ده استماره التقديم، هتملاقوها في خدمه عملاء تواصل معاك وترتب ليكوا كل شيء، كل التفاصيل والرسوم وكل حاجه موجوده في الاستماره. اتمنى التوفيق للجميع، شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.